مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بحضراتكم في كل مكان. نجح المركز القومي للبحوث واكتشاف مخصب حيوي لتنمية المحاصيل الزراعية تحت مسمى ATM، وهو منتج مصري 100% سهل التحضير والتطبيق وعالي الكفاءة والمردود الانتاجي والاقتصادي، وطبعا يعني هيكون ليه مردود مهم جدا خلال الفترة الجاية على المحاصيل الزراعية. الـ ABM بيتكون من كائنات حية دقيقة نافعة عبارة عن بكتيريا وخمائر، وبيتميز بفعاليته ومكوناته الطبيعية غير المهندسة وراثيا. كمان بتتمثل أهمية المنتج في كونه بيستخدم بأمان لجميع المحاصيل الزراعية والخضروات والفاكهة بكل أنواعها، وبيوفر 50% من الأسمدة غير العضوية في الزراعة، وكمان سيؤدي إلى زيادة الإنتاج بنسبة تصل من 30 إلى 40%. مزيد من التفصيل بقى عن هذا المنتج بينضم إلينا دكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث. دكتور حسين، برحب بحضرتك معانا وبنبارك لك في البداية على هذا الإنجاز. أهلا وسهلا بحضرتك، والله يبارك في حضرتك. أهلا وسهلا بيك. أهلا بحضرتك، ونود بقى الحديث أكثر عن هذا المنتج وعن أهميته في دعم القدرات الزراعية وزيادة إنتاجية المحاصيل خلال الفترة المقبلة. هو بصراحة الحين طبعا الحمد لله إن ربنا وفق علماء المركز القومي للبحوث إن هم يتوصلوا لهذا المنتج. المنتج ده باختصار كده أنا ممكن أدي بس يعني مقدمة بسيطة. اه طبعا اتفضل. اي سماد يعني بيتحط في الارض النبات تقريبا بيستفيد تقريبا بنسبه 30% بس من السماد، الباقي بيبقى في صوره معقده ما بيقدرش يستفيد بيها النبات، بتبقى مترسبه في الارض الزراعيه. المنتج اللي اتعمل في المركز القومي للبحوث هو مخصب زراعي حيوي بيكون من بكتيريا زي ما انت قلت وبعض الخمائر. فكرته ان هو بيفرز البكتيريا الموجوده دي بتفرز انزيمات واحماض بتذوب العناصر الصلبه اللي هي موجوده بصوره معقده، تمام، ويحولها لصوره مذابه في الميه، فيقدر النبات يمتصها بسهوله. بكده انا بخلي كل العناصر اللي موجوده في الارض النبات بيستفيد منها بنسبه كبيره جدا تصل الى يعني 99.9%. الفكره برضو ان انا بستخدم في الارض الزراعيه سماد بنسبه 100% مثلا للفدان، مثلا يعني قلت 6 شكاير سماد للفدان الواحد لمحصول معين. بالاستخدام المنتج ده انا هستخدم 50% بس من الاسمده. ليه؟ انا دلوقتي ال6 شكاير بيدوني الافكت بتاع شكارتين بس، يعني اكيد حاطط شكارتين لكن لازم اه يعني احط هيوفر الست. اكتر في المرحله المقبله. فلما احط المخصب بتاعنا ده انا هستخدم بس نص الكميه اللي انا كنت بستخدمها الارض الزراعيه. الحاجه الثانيه انا ممكن مع الوقت الكبير انا حطيت خلاص البكتيريا النافعه والخمائر دي في الارض فهي هتنمو لوحدها بعد كده، يبقى في قصر ليها، فانا مش محتاج كمان ان انا استخدمها كل شويه لما اجي اعمل عمليه الري. لا، ده انا ممكن على فترات متباعده ان انا احط الماده بتاعتي عشان اعمل عمليه تنشيط للبكتيريا او اكثر العدد بتاعها اللي موجود، اللي هو بيقوم بعمليه افراز الانزيمات والاحماض ده كلام عشان مهم يذوب العناصر. مهم جدا يا دكتور. لكن انا بقى عاوز اتكلم مع حضرتك في جزئيه متعلقه بمدى تاثير هذا المنتج على الكفاءه الانتاجيه للمحاصيل الزراعيه واثرها تمام بعد كده طبعا على المردود الاقتصادي لمصر خلال المرحله المقبله. تمام احنا برضو من خلال التجارب بتاعه المنتج ده احنا عملناه في مزارع خاصه كتير وعملناه في مزرعه المركز القومي للبحوث. حضرتك زي ما بقول لك في الاول انا النبات اصلا بيستفيد ب 30% تقريبا من السماد اللي محطوط لما النبات، وبيديني المحصول اللي هو اوريدي موجود دلوقتي اللي احنا بنشوفه. طب صحيح. لما يستفيد النبات ب 100% فلقينا نسبه المحاصيل او الاقصار الخضري والثمار اللي طالعه زياده فيها بنسبه من 30 ل 40% في الفدان الواحد، فدي لوحدها يعني هتنعكس على الثروه الزراعيه في مصر والزياده الانتاجيه للمحاصيل اللي احنا في اشد الحاجه ليها دلوقتي. دلوقتي انا عاوز اشوف الحاجه تبقى بحاله صحيه مش ممرضه، لان خد بالك انا حاطط الماده بتاعتي دي برضو انا بقول ايه بكتيريا نافعه وخمايل، فهي بتنافس او بتحارب البكتيريا الضاره اللي موجوده، يعني هتعمل للنبات يبقى عنده قوه انه يقاوم الامراض، فده كله هينعكس على صحه الثمره اللي طالعالي وجودتها، فده كله هينعكس على الاقتصاد الزراعي او المحصول الزراعي اللي طالع لي زياده الانتاجيه والنوعيه بتاعته والكواليتي او والتربه ذات نفسها هتبقى يعني
هتطلعوا قيمه مضافه، بقت التربه غير التربه السابقه، كل الحاجات اللي فيها دايبه في الميه، لان النبات ما بيمتصش غير الحاجات اللي دايبه في الميه. طيب اي حاجه صلبه بقى ما بيجيش جنبها لغايه لما حد يجي يروي ولا يحط حاجه، لغايه لما تدوب لوحدها. طيب دكتور، بس عاوز اسال حضرتك على برضو نقطه تانية متعلقه بنوعيه المحاصيل اللي يمكن استخدام هذا السماد معها، ولا هل يمكن استخدامه مع كل المحاصيل؟ كل المحاصيل. بص انا بتعامل مع التربه مش مع نوعيه نبات بس، انا بتعامل مع سماد موجود في تربه، فانا بحسن طبيعه التربه. يعني الشغل بتاعنا كله في التربه الزراعيه، ان انا برفع الجوده بتاعتها، برفع من كفاءه الاسمده اللي موجوده بحيث انها كلها تدوب في الميه بحيث ان النبات كله يستفيد منها. طبعا انت عارف، ودي هتنعكس برضه على كميه السماد، لان السماد لو حطيته بكميه كبيره في الارض الزراعيه ممكن يحرق التربه زي ما بيقولوا. فلا انا بحطيت بقى نسب، فانا هيبقى فيه اقتصاديا هيبقى فيه نسبه سماد اقل من اللي بتستخدم تقريبا بنسبه 50%. انا مش هقول لك 70 بس، انا بقول بالمينيمم 50% عشان نوصل لمرحله في النهايه انا عملت زياده في الانتاج الزراعي في الفدان الواحد بطريقه راسيه. احنا دلوقتي الرقعه الزراعيه قليله عندنا، فانا بحاول ان انا ازود الانتاجيه بتاعت الفدان الواحد بان انا اتوسع راسي وليس اتوسع افقي بنفس كميه المياه اللي كان بياخدها، وبل بنص كميه السماد اللي كان بياخدها. فانا يعني ضربت عصفورين بحجر، ان انا استفدت ان قللت تكلفه الانتاج الزراعي اللي طالع لي من كميه السماد، وبل زودت الانتاجيه. انا يعني زي ما بيقولوا كده في اتنين في واحد زي ما بيقولوا باستخدام المنطقه. طيب يعني لو سالت حضرتك بقى في جزئيه متعلقه ب هل هذا السماد قادر مستقبلا على استنباط سلالات جديده يعني لم نعهد زراعتها في مصر؟ يعني لو بنتكلم على ان شكل التربه هيختلف مع وجود هذا السماد، فهل ده هيساعد على وجود سلالات اخرى؟ اكيد انا اعتقد ان شاء الله. ليه؟ لان انا اقدر ممكن استخدم السماد ده في الارض اللي هي الصحراويه، الارض الرمليه. يعني استخدامه في الارض الرمليه، ان احط السماد بتاعي وهو فيه بكتيريا نافعه وبعض المحسنات، فانا اعتقد ان هيبقى يعني في ثوره او ثوره يعني طبيعيه تنشأ من هذا استخدام هذا المنتج ان شاء الله. يعني حتى احنا بنتمنى ان الاقتصاد المصري يعني ينتعش من جديد ويبقى في مصاف الدول. فاحنا بنحاول نقدم حاجه من خلال واجبنا كمركز صوره وخصوص انها تخدم الاقتصاد الوطني. ده المعهود منكم دايما يا دكتور. المنتجات والله، فده المنتج يعني اللي احنا عاملينه دلوقتي. يعني عشان انا دايما ببص، احنا اطلقنا في المركز من شهرين ثلاثه مبادره بديل المستورد نتيجه صعب صعوبه الدولار والاستيراد بقى صعب جدا في حاجات كتير. لا احنا بنحاول بتكنولوجيا مصريه لمنتجات محليه 100% احنا بنقدمها للمصريين او لمتخذين القرار ان احنا نستخدم هذا السماد الحيوي او المخصب الحيوي اللي هو ما فيهوش اي حاجات وراثيه ولا هرمونات ولا اي حاجه ضاره. ده انا بقول لك بكتيريا نافعه وثمانيه، يعني حاجات طبيعيه جدا يعني. دكتور حسين مرويش، يعني انا ببارك لحضرتك مره ثانيه على هذا الانجاز، وده المعهود دايما من المركز القومي للبحوث، وبشكرك على وجودك معنا على شاشه التلفزيون يوم السابع. الله يخليك يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لحضرتك، والشكر موصول للساده المشاهدين على حسن المتابعه. دي كانت تغطيتنا مع حضراتكم، انتظرونا على مدار اليوم لمزيد من التغطيات، والى اللقاء.